خلينا نروح للاستاذ محمد الغزاوي، عضو مجلس اداره النادي الاهلي. استاذ محمد، الف مبروك يا فندم. كابتن اسلام، ازيك يا حبيبي؟ اخبارك ايه؟ الله يبارك فيك. الله يخليك يا فندم، الف الف مبروك على الفوز بالكاس، رقم كاس دوري ابطال افريقيا للمره ال 12، والوصول الى النهائي للمره الخامسه على التوالي. يعني مبروك لجمهور النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي، ومبروك لمصر كلها، لان النادي الاهلي ما كانش بيمثل النادي الاهلي فقط ولكنه كان بيمثل مصر. فمبروك لكل الشعب المصري على البطوله ال 12 في دوري ابطال افريقيا، وان شاء الله مزيد من الانتصارات عشان الجمهور ده يفرح. وده دورنا ان احنا نحافظ على يعني رفعه النادي الاهلي، وان احنا النادي الاهلي يفضل دايما في احسن مكانه. استاذ محمد، تنظيم اكثر من رائع لنهائي دوري ابطال افريقيا، الكل اشاد بالتنظيم، سواء الجماهير جوه الملعب، الاتحاد الافريقي، طبعا بالتعاون مع كل اجهزه الدوله المصريه، وبالتالي تنظيم اكثر من رائع تستحق عليه التحيه، والاداره التنفيذيه تستحق عليه التحيه. الحمد لله رب العالمين. كان يعني احنا في هذه المباراه كان بالنسبه لنا هي سمعه مصر هي اول حاجه شايفينها قدامنا، لان النادي الاهلي هو بيلعب نهائي افريقيا على ارضه وفي ملعبه في استاد القاهره اللي ليه تاريخ كبير، هو العالم كله بيتفرج عليه. النادي الاهلي ما بقاش النهارده بنتكلم على ان الشعب المصري بس بيتفرج على النادي الاهلي، ولكن العالم كله بيتابع النادي الاهلي نظرا لانجازاته وارقامه وتواجده باستمرار الحمد لله رب العالمين في كاس العالم للانديه، وحصوله على ميداليات في كاس العالم للانديه، وطموحات الجمهور النادي الاهلي للحصول، زي ما كنت لو انت فاكر السنه اللي فاتت في كاس العالم الانديه كان طموح جمهور النادي الاهلي هو المباراه النهائيه والحصول على البطوله. فاحنا كنا حاطين كل ده قدامنا واحنا بنتعامل مع هذا الملف. الحمد لله رب العالمين، ربنا كرمنا في تنظيم اشاد بيه كل الناس. كان في تعاون كبير جدا من كل اجهزه الدوله، كل الاجهزه اللي موجوده في الدوله مع كل القيادات، مع كل الشركات اللي موجوده، كانت تذكرتي، اذا كانت المتحده، اذا كان الامن، اذا كانت الداخليه، كل الناس اللي كانت في شركه الافريقيه، كل الناس ما انساش حد، كان ليهم دور كبير جدا في مساعدتنا في هذا التنظيم ان هو يخرج في احسن شكل، يخلي شكل مصر قدام العالم كله انها تستحق انها تقدر تنظم محافل دوليه. والاداره التنفيذيه في النادي الاهلي قامت بمجهود كبير جدا بقياده الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي، قاموا بدور كبير جدا ومجهود كبير جدا ومتابعه اول باول من الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي لكل صغيره وكبيره في هذا الملف. ويمكن شفنا لاول مره رئيس النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب يتواجد في الاستاد قبلها بيوم ليتابع كل كبيره وصغيره موجوده علشان ما يفوتش اي هفوه صغيره في هذه المباراه. الحمد لله كل الناس اشادت بالتنظيم، بالدخول المريح لغايه الملعب، كل الناس اشادت ان الاعداد اللي موجوده هي الاعداد اللي معاها تذاكر فعليه، ما دخلش اي حد زياده، كل واحد كان قاعد على كرسي. الاتحاد الافريقي كله قدروا ان هم يخشوا في سهوله ويسر الى اماكنهم، كانت في المقصوره او في الاماميه او في التذاكر اللي كانوا واخدينها لبقيه الدرجات. يعني الحمد لله رب العالمين، كل الناس اشادت وكل الناس قالت ان النادي الاهلي يستطيع ان ينظم محافل دوليه على اعلى مستوى. اتفرجت على المباراه ازاي؟ يعني احنا هنا بنروح للناحيه الفنيه او لناحيه محمد غزاوي، الجمهور بقى وهو قاعد بيتفرج على الماتش. بص، الواحد بيبقى عنده هنا حاله صعبه، انا شخصيا يعني بيبقى عندي حاله صعبه جدا، لان انا ما بين ان انت عضو مجلس اداره طبعا ليك، وانت قاعد لازم تكون في طريقه معينه. بالظبط، بقعد مع النادي الاهلي، ده اللي اتعلمته من زمان، من وانا في 2004 ومن قبليها من الكابتن طارق سليم والكابتن صلاح والكابتن حسن ومن كل العظماء النادي الاهلي اللي الواحد اتعامل معاهم وتربى على ايديهم وتعلم منهم. وفي نفس الوقت ما بين ان الواحد فينا اهلاوي، مش عشان عضو مجلس اداره مش عارف اعمل ايه. انا اهلاوي درجه ثالثه اصلا، عايز انط بس مش عارف. يعني فمش قادر، فطبعا بتبقى عندك ضغطه رهيبه جدا، وخصوصا المباراه عدت علينا. انت عايش من اول الدقيقه الثالثه من المباراه ان
اي جون انت بره، صح، لانك بعد 1-0 هي ما زالت النتيجه مش مطمئنه. بالظبط، فانت عايش على اعصابك لغايه ما الحكم صفر وانت قاعد على اعصابك. فعدى عليا الماتش اكنه يوم، مش اكنهم 90 دقيقه. لكنها في النهايه استطاع رجال النادي الاهلي الحقيقه، هذا الجيل من اللاعبين يستحق كل التحيه ايضا يا استاذ محمد وكل التقدير، لانه قدامهم برضو كانت تحديات كبيره جدا جدا. الحمد لله من بعد 2019 واعتذار اللاعبين للجماهير بعد خروجنا من بطوله دوري ابطال افريقيا، حتى الان اعتقد الامور تغيرت بشكل كبير جدا بفضل مجلس اداره محترم بيفوض كابتن محمود الخطيب او اسطوره كره القدم كابتن محمود الخطيب ورئيس النادي في ان هو يعمل كل ما يخلي جمهور النادي الاهلي سعيد من خلال تغيير حتى لو عدد كبير من اللاعبين اللي اتغيروا من 2019 عشان تقدر تاخد البطولات لمده 5 سنوات بعد كده او تصل للنهائي. يعني بص يعني الجيل ده من اللعيبه واللعيبه اللي موجودين حاليا في النادي الاهلي بجهازهم الفني والاداري والطبي كلهم على بعض، ومن اول خالد بيبو مدير الكره ومن قبليه كابتن سيد عبد الحفيظ طبعا، وهذا الجيل انا بشكره يعني بشده لانهم استطاعوا ان هم زي ما انت قلت في 2019 ويقومون هذه العثره اللي كانوا فيها ويعتذروا للجمهور، قدروا ان هم في خلال ال4-5 سنوات اللي فاتت ان هم يفرحوا جمهورهم باستمرار، يحافظوا على اداء باستمرار، يحافظوا على بطولاتهم باستمرار، دايما عندهم دافع لكل ما بيكسب بطوله بيحط قدامه دافع اخر وهو البطوله اللي جايه، والجمهور بصراحه بيزقهم في هذا الموضوع بشكل جمهور النادي الاهلي طموحه بقى كبير جدا وطول عمره كده، بس كمان في الفتره الاخيره طموحات الجمهور كبرت جدا فبقت دافع قوي جدا للعيبه ان مفيش اكتفاء ببطوله، وهو ده طابع لاعب النادي الاهلي وده اللي تورطناه جوه النادي الاهلي، واللي بيلبس الفانيله الحمراء على طول بيخش في الدوره دي وبيتشبع بنفس الطباع ونفس السياسات اللي احنا تعودنا عليها والطموح والرغبه في انه لازم بطوله ورا بطوله، بطوله واحده ما بتكفيش، 10 ما بتكفوش، كل واحد بقى عنده ارقامه الشخصيه اللي عايز يحققها وارقامه اللي عايز يحققها للنادي وعايز يسيب بصمه في تاريخ النادي الاهلي من ارقام. فانا بشكرهم جدا على الاداء اللي هم فيه، بشكرهم جدا على البطولات اللي بيحققوها، بشكرهم جدا على اسعادهم لجمهور النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي ومجلس اداره. وبرضه احب اقول ان انت لما يكون عندك زي ما انت قلت في كلامك، قلت واحد زي كابتن محمود الخطيب بتاريخه ومفوض من مجلس اداره النادي الاهلي في اداره شؤون الكوره ومعاه طبعا لجنه التخطيط، لما يبقى في حد بحجم كابتن محمود الخطيب في ملف زي ملف الكوره، حتى لو في اي وقت الملف خرج هيخرج عن المسار، هو قادر على تصحيحه بشكل كبير جدا ويرجعه تاني على المسار، بل بالعكس مش بس المسار ولكن تطويره بشكل كبير، لان احنا في الفتره الاخرانيه ما بقاش طموح مجلس اداره النادي الاهلي هو فقط ان انت تكسب بطولات ولكن تطوير المنظومه بالكامل. صحيح. عشان تقدر توصل لحته العالميه مش بس ان انت تكسب محليا او افريقيا، فهو ده اللي احنا اشتغلنا عليه، ولما يبقى عندك حد زي كابتن محمود الخطيب هو اللي ماسك هذا الملف وبيديره مفوض من مجلس اداره، اعتقد ان الملف لازم يروح في حته ثانيه بعيده. استاذ غزاوي، النادي الاهلي هو النادي المصري الاول اللي وفي افريقيا ايضا اللي هيلعب في كاس الانتركونتيننتال ان شاء الله اللي هتبقى في نهايه شهر ديسمبر، زي ما كنا الاول دائما في ان احنا نلعب كاس العالم للانديه في 2005 وحاجات كثيره جدا دائما يظل فيها النادي الاهلي الاول. كيف ينظر مجلس اداره النادي الاهلي لما هو قادم في هذا الامر تحديدا ان انت يجب ان تظل دائما الاول في كل شيء؟ بص احنا عندنا يعني كرة القدم، وبعيدا عن كرة القدم احنا دايما دايما النادي الاهلي لازم جمهوره تعود ان هو النادي الاهلي الاول في كل شيء. صحيح. فده بيحط ضغوطات كبيرة جدا على مجلس ادارة، ان انت بس ضغوطات مش سلبية، بالعكس هي ضغوطات ايجابية. ان انت دايما بتحاول طول ما انت موجود ان انت بتخلص خطوة، انت بتحط بلان في اول الدورة انت عايز توصل لايه، وكل ما بتعدي خطوة بتلاقي نفسك ان انت رايح للخطوه اللي بعديها، ولو حصل اي حاجه عكس ده على طول بتحاول تصحح المسار. صحيح. فاحنا دايما عندنا الحمد لله مثلا زي ما هنشوف
السنه دي والسنه اللي فاتت عندنا العاب الصالات راحت حته ثانيه خالص. كان خالد العوضي مدير النشاط الرياضي قدر ان هو ينفذ سياسات مجلس اداره، لان احنا النادي الاهلي مجلس اداره يضع سياسات، ولكن هناك اداره تنفيذيه هي من تنفذ كل الامور بتاعت النادي وللنشاط الرياضي. هنا الدكتور سعد شلبي، هنا الكابتن خالد العوضي، هنا في الكوره في كابتن خالد بيبو. احنا نضع سياسات وهم اللي بيقوموا بالتنفيذ، وهم اللي بيحطوا كل الجهد وكل الوقت علشان يقدروا ان هم ينفذوا هذه السياسات، لان دايما سياسات النادي الاهلي هي محتاجه ناس محترفه صحيح تدي كل وقتها وجهدها للنادي الاهلي، لان السياسات اللي بنحطها والاستراتيجيه اللي بنشتغل بيها محتاجه حد لازم يكون محترف عشان يقدر ينفذ بالشكل اللي يرضي طموح جمهور النادي الاهلي واعضائه. فالحمد لله احنا دايما ماشيين في السكه دي، دايما لما بنكسب بطولات ما بنقولش احنا كسبانين فكده تمام، بنشوف نقدر حتى واحنا كسبانين، علشان الحفاظ على القمه مش سهل. صحيح. فلو انت اكتفيت بالفوز لازم هتقع. فانت حتى وانت كسبان لازم تشوف حتى ولما كسبت ايه اخطائك؟ ايه اخطائك حتى وانت كسبان، وايه اللي ناقص عشان تكمله؟ صحيح. عشان تقدر تستمر على القمه. واعتقد ان ده هو الفرق، هو ده الفرق ما بين النادي الاهلي واي حد تاني، لانه النادي الاهلي حتى وانت كسبان البطوله يعني انا ببارك لكم كلكم وبنبارك لبعض وكل حاجه، تقولوا لي ده اسلام احنا بنفكر في اللي جاي، احنا عايزين نشوف هيحصل ايه في الفتره اللي جايه. وده اللي انا كنت لسه بقوله، ان لما حتى تيجي تتكلم مع اي حد من اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي وتقول له انت تستحق الاشاده وتستحق كذا وتستحق كذا، حتى مثلا على المجال الانشائي مثلا، اللي بيحصل في المجال الانشائي في النادي الاهلي من افتتاح مقرات جديده، من تطوير مقرات سواء في الشيخ زايد او في مدينه نصر او في المركز الرئيسي او المقر الرئيسي للنادي الاهلي في الجزيره، اعتقد مجلس الاداره ده يستحق الحقيقه كل التحيه في ظل هذه الظروف الاقتصاديه الصعبه جدا جدا يا استاذ محمد. لان النادي الاهلي يستاهل منا كده. ايوه. لان النادي الاهلي هو يستحق من اعضاء الاداره ان هم حتى في ظل الازمات زي ما انت بتقول والازمه اللي كانت موجوده، وان النادي الاهلي يستحق من مجلس ادارته انه يعمل جاهدا علشان الاعضاء في النادي يكونوا سعداء، علشان الجمهور يكون سعيد، علشان النادي الاهلي يفضل دايما يعلى ويعلى. هو ده دورنا، فده اللي ده دورنا تجاه المدينة. وده دايما كان كابتن الخطيب يقول لنا النادي الاهلي هو اللي خلى الناس تعرفكم. صح. النادي الاهلي فضله على الناس كلها. كل من ينتمي الى النادي الاهلي هو فضل النادي الاهلي عليه. ودايما كان يقول لنا خلي بالكم احنا كافراد الى زوال، ولكن النادي الاهلي هو اللي مستمر. فاحنا هو كابتن، معلش يا استاذ محمد، هو كابتن خطيب يعني بيتكلم مع حضراتكم، يعني اصل هو كان بيتكلم معانا كده واحنا لعيبه، كان بيتكلم مع اللعيبه او ما زال بيتكلم مع اللعيبه دلوقتي بهذا الشكل، فبرضه بينكم وبين بعض بيحدث هذه الامور. طبعا، لان هو هو رب الاسره. فلما بيبقى عندك انت 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 واحد من اسره النادي الاهلي. صحيح. فانت عشت الكلام ده. طبعا. عشته في المجال وانت لعيب، وعشته في المجال الاداري، وعشته صحيح. في كل المجالات داخل النادي. صحيح. احنا دايما متعودين في النادي الاهلي احنا لينا كبير. فكبير النادي الاهلي هو كابتن خطيب. فهو بيعلم كل الاجيال اللي جايه، بيعلمنا كلنا ازاي اداره النادي الاهلي وحب النادي الاهلي، زي ما انا اتعلمت زمان كمان من كابتن طارق سليم ابويا الروحي يعني الله يرحمه. طبعا. انت عارف علاقتي بيه كانت عامله ازاي. علمني يعني ايه حب النادي الاهلي. هو مش حب النادي الاهلي انك تشجع النادي الاهلي فقط لا غير، ولكن حب النادي الاهلي ان انت تتواجد في المكان اللي النادي الاهلي محتاجك فيه. صحيح. انك يبقى عندك كل اللي تقدر تديه النادي الاهلي تديه. مش مهم انت عايز ايه، المهم النادي عايز ايه. هو ده الحب والانتماء. فكابتن خطيب طبعا بيتكلم معانا طول الوقت في جلسات جانبيه وجوه مجلس اداره، وفي اي احداث بتحصل جوه النادي بيبقى فيها مواقف بيعلم الناس كلها كيفيه اداره الازمه وكيفيه حل المشكله. يعني ده شيء مفروغ منه، هو ده تربينا على كده، ان الكبير هو دايما كبير العيله، هو اللي بيعلم كل الناس وبيعلم الاجيال. عشان كده هو زي ما بقول لك قال لنا احنا كافراد الى زوال كلنا. صحيح. ولكن النادي الاهلي باقي، فاحنا لازم دايما يبقى حاطين النادي الاهلي قدام عينينا.
يظل دائما النادي الاهلي باقي. اخيرا لو حابب تقول رساله لجمهور النادي الاهلي من خلال قناه النادي الاهلي. احب اقول لجمهور النادي الاهلي الف مبروك البطوله ال 12. احنا دايما جمهور النادي الاهلي هو الوقود اللي بي 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 اللي بيحرك كل التروس وكل المواتير اللي موجوده في النادي، هو اللي بيزق اللعيبه، هو اللي عشانه بنبقى بنبذل اقصى جهد عندنا وبنحاول دايما نساعدهم. فبقول لهم الف مبروك، ودايما ورا فرقتكم، ودايما داعمين لفريق للنادي الاهلي في جميع الالعاب مش بس في كره القدم. وان شاء الله نبتدي كلنا في الفتره اللي جايه، جمهور ولاعبين واداريين ومدربين ومجلس اداره، نفكر في ال 13 يا اهلي ان شاء الله. انا بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ محمد الغزاوي عضو مجلس اداره النادي الاهلي، وان شاء الله 13 يا استاذ محمد، ونكلمك ونهنئك.